بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذه الدورة التدريبية المتعلقة بإنتاج مضامين رقمية بواسطة برنامج باوربوينت وإخراجها على شكل فيديو. في هذا الفيديو سنجيب على سؤالين. السؤال الأول: لماذا برنامج باوربوينت بالتحديد؟ والسؤال الثاني: لماذا نسخة 2016 فما فوق؟ اختيار برنامج باوربوينت من طرف الوزارة كان اختيارا صائبا، وهو الخيار الذي اخترته لسنوات طويلة لأنه سهل الاستعمال، بسيط، لا يحتاج إلى خبرة أو تدريب طويل الأمد. يمكننا التجريب من هنا، تجريب إمكانية تلو الإمكانية تلو الإمكانية والتدرب عليه لوحدنا. الأمر الثاني أنه متلائم جدا مع المجال التربوي، فعندما نذهب مثلا إلى كرياسيون عندما نذهب إلى كرياسيون مثلا ونختار هذه النماذج، هذه النماذج كما تشاهدون ألوانها هادئة، عملية، خطوط واضحة، يعني ملائمة جدا للمجال التربوي. هذا من الأسباب. وهناك أسباب أخرى، مثلا بالنسبة للصور فهو يعفينا من أن نتكبد جهد البحث عن الصور. الفيديو السابق نصحتكم بيكسل باي كموقع جميل وفيه صور كثيرة، ولكن هناك إمكانية للبحث بالصور بشكل مجاني عبر الإنترنت. فبهذا الشكل فلدينا هنا خيار كرياتيف كومون يونيكمون، فأترك هذا الخيار ممسوك فأحصل على صور مجانية، يعني يمكنني استعمالها دون أي متابعة أو دون أي انتهاك لحقوق الطبع والتأليف لمالكية. إذا أفرغت هذا الخيار فستصبح عندي جميع الصور هنا، هنا أدخل في متاهة حقوق الطبع والتأليف، أترك هذا الخيار ممسوك وأختار الصورة التي أريد العمل بها. الأسباب كثيرة جدا، منها ما تطرقنا إليه سابقا أننا يمكننا إخراج هذا الملف بصيغ كثيرة جدا، ليس فقط صيغة الفيديو كما رأينا سالفا، ولكن هناك صيغ كثيرة، من صيغة PDF وهي من أهم الصيغ التي يحتاجها الأساتذة، وهي الصيغة التي أخرجت بها ذاكرة النشاط العلمي، وهي 50 ملف، 52 ملف إنشأتها تغطي جميع مستويات التعليم الابتدائي في مادة النشاط العلمي. عملت عليها على برنامج باوربوينت وأخرجتها من بخيار PDF. من هنا لدينا إخراجه على شكل صورة، والفيديو لدينا خياران MPCAT هنا MPEGCAT، ولدينا ويندوز ميديا فيديو، خياران للفيديو لإخراجه على شكل فيديو. يعني الإمكانات كثيرة، لهذا اخترت برنامج باوربوينت، واختيار الوزارة له أيضا كان اختيارا صائبا، لأننا يمكن العمل داخل بيئة مغلقة. ماذا نقصد ببيئة مغلقة؟ أننا لا نحتاج إلى الخروج من برنامج باوربوينت. البرامج الأخرى لا توفر كل هذه الإمكانات، ضروري أن تخرج لمعالجة صورة فيديو. هنا يمكننا معالجة أي شيء نحضره داخل بيئة برنامج باوربوينت، يمكننا معالجته من خلال الإمكانات فوق. وقد قدمتها في الفيديوهات السابقة وسأقدمها إن شاء الله في الفيديوهات اللاحقة بواجهة فرنسية. يعني أعتذر، في الفيديوهات السابقة استعملت واجهة بالإنجليزية لضغط الوقت، لضيق الوقت ولطلب المسؤولين للدورة التكوينية، وكنت أعمل أصلا بالواجهة الإنجليزية. الآن سأحول إلى الواجهة الفرنسية لكي لا تجد صعوبة في تتبع الفيديوهات. السؤال الثاني الذي قلنا أننا سنجيب عليه: لماذا نسخة 2016؟ ببساطة لأن في عالم البرمجيات من الأفضل استعمال آخر ما هو في السوق أو آخر التحديثات، لأن هناك إمكانات تضاف بشكل مستمر. 2016 ظهرت إمكانات متفوقة متطورة على برنامج باوربوينت، ومنها الإخراج على شكل فيديو. كثير من الإخوان يتصلون يقولون أننا لم نجد خيار الإخراج على شكل فيديو أو بعض الخيارات فوق هنا، فهذا مرتبط بأنني أعمل على 2016. شكرا على تتبعكم. كانت هذا توضيح لهذين السؤال: لماذا؟ لأن هناك بعض الأساتذة ممن يسألون لماذا اخترت برنامج باوربوينت بالتحديد، وهناك من يسأل لماذا لا نجد بعض الإمكانات. السبب هو أنكم تعملون على نسخة قديمة 2010، من الأفضل التحديث ل 2016.